دلوقتي يا أولاد احنا وصلنا للبايو تكساس، ويلكم باك، مرحبا بكم في برنامج بيتقدم زمان بيقدمه الإعلام الشهير حمدي قنديل اسمه قلم رصاص، كان يقول أهلا بكم. أهلا بكم مرة تانية. قسمت بعد إذن حضراتكم قسمت البرزنتيشن على تو برزنتيشن. ليه؟ لأن الحجم بدأ يزيد شوية، فكون إن أنا أبعت حجم كبير حجم زاد عن الـ30 تقريبا، ابعته في مره واحده ممكن ما يتبعتش، فانا اضطريت اقسمه. البيوتوكسينز بيعرفوها على انها توكسيك سابستانس اوف بيولوجيكال اورجن اكوموليتد ان سيرتين مارين سبيشيز. يبقى البيوتوكسينز دي عباره من اسمها توكسيك سابستانس، هم جايه منين؟ جايه من بيولوجيكال اورجن، بلاقيها في سيرتين مارين سبيشيز. البيوتوكسينز بيقسموها الحقيقه لحاجتين. اول حاجه بايوتوكسينز او توكسينز سوري which are produced by certain marine algae. بعد الالجي بتبدا هي بتطلع توكسينز. طب امال اما الالجي بتطلعها ازاي بتوصل لنا؟ بيستهلك الالجي دي او بياكل الالجي دي شيلفش او فيش، مش ضروري شيلفش، وبعد ما بياكلها بتبقى اكوموليتد الفيش ده في الشيلفش او الفيش العاديه، واحنا ناكلها في تعمل البايوتوكسينز. المشهورين في الكلام ده أربعة حاجات بتيجي من الشيل فيش، أربعة قصدي بيجوا من الشيل فيش، وأربعة وواحد تاني بتيجي من نوع تاني من فيش. زي إيه؟ حتى شو باراليتيك شيل فيش، دايريك شيل فيش بايزنينج، نيوروتوكسيك شيل فيش، أمنيسيك شيل فيش بايزنينج. يبقى كلهم دول الشيل فيش كالو مارين ألجي. آخر حاجة السوجاتورا، السوجاتورا فيش بايزنينج. دي التوكسين بروديوس باي سيرتن سبيشيز اوف الجي وين بلوم اندر فافوربل كونديشن. يعني ايه بلوم اندر فافوربل كونديشن؟ الحقيقه ان الشيل فيش دي بيسموها الفلتر فيدنج مولوسكا. الفيش دي عرفنا ان باللي انا قلته ده هي مولوسكا فلتر فيدنج. يعني ايه؟ اما بيحصل ان الالج دي بتنمو في وقت حتى احيانا يسموها الريد تايت. الالج دي بتنمو بتخلي البحر لونه في البلوم لما بيتوهج كده، تبص لكل البحر او الميه لونها احمر. لذلك الناس اللي عندهم خبره في الدول دي بيعملوا ايه في الوقت البلومنج ده، لان الالج كتير قوي فبيخلوش الناس يستهلكوا الشيل فيش دي. الفلتر فيدنج مولوسكن شيل فيش زي الكلامز والاوسترز والميوزلز وانتوا عارفوهم بقى والسكالوبس، بيجمعوا التوكسينز دي فيهم. As a condition become less favorable، less favorable للالجي، البلوم سبسايدز، الالجي دي خلاص ما بتنموش. لذلك الشيل فيش ريدز ذيم سيلفز اوف توكسين اند ار وانس اجين سيف تو ايت. في الوقت ده انت ممكن حضرتك تاكلها. ده الصنف الثاني اللي هو الشيل، الصنف الاولاني سوري اللي هو الشيل فيش فود بايسنج. التاني اللي هو توكسينز which are naturally occurring in certain species of fish. المرة دي بقى مش ان التوكسين كانت الجي، مش سوري مش ان الفيش او الشيل فيش كان الجي، لا المرة دي حصل ان الفيش ذات نفسها بويزنس فيش. واشهرهم للحقيقة التترادوتوكسين. التترادوتوكسين اللي هو وفي جيمبلوتوكسين والتترامين، احنا غالبا هناخد بس التترادوتوكسين. انا عايز بس اوري حضراتكم، يا رب الفيديو ده بقى يساعدني شويه. شايفين حضراتكم الالجي؟ شايفين الموليسكا هتتغذى عليها ازاي؟ ده البلوم، شوف بتفتح وتقفل ازاي عشان تتغذى. مش عارف الدبلنج بالفويس ده هيوصل لحضراتكم ولا. ناخد اول، نبدا بقى بالبيوتوكسينز ان مور ديتيلز. يعني اول واحد الامنيسيك شيل فود بويزنينج. الامنيسيك شيل فود امنيشيا يعني فقدان للذاكره. التوكسين اللي موجود في الامنيشيا او الامنيسيك شيل بويزنينج هو الدموك اسيد. السيمبتومز في الايرلي ستيشز بيبقى عباره عن انتستاينال ديستريس، وسامحوني لو انا في الاعراض سريع ولا حاجه لان الموضوع معروض اعراض. يعني دي في السيفير امنيسيك شيل فود بويزنينج بلاقي فيه فشل جريمس، تلاقي فجريمس يعني تكشير، او حد تلاقي فكه معوج شويه، او شوينج موشن زي ما يكون واحد ضغط على شورت ميموري لوس، وده اللي جاي منها الاسم بتاع امنيشيا، اند ديفيكالتي بريثنج.
and this new cave. في بعد كده الدايركت شيلفيش بويزنج. الدايركت شيلفيش بويزنج بيعملوا، احنا قلنا كل البويزن ده موجود فين؟ في الفلاجيلا، بيعملوا اللي هو في الالجي يعني، انا اسف، نوع من الالجي الداينوفلاجيليتس اوف ذا جينس دينوفوساس اند بروتوسنتيريوم. الدينوفوساس والبروتوسنتيريوم هما اللي السبب في الدايركت شيل بويزنج. التوكسينز اللي بيطلع دول بيكون سوليبل في النان اكوا سولفنتس، في الحاجات اللي هو زي الفات سولفنت مثلا يعني، لان هما عباره عن ايه؟ لان هما عباره عن 7 بولي ايسرز، اشهرهم للحقيقه الاوكاديك اسيد. الاوكاديك اسيد اند اتس ميثايل ديريفيتيفز از ذا بيست اكزامبل. معلش الموبايل عمال يرن، نسيت اقفله سامحوني. يعني السيمبتومز الحقيقه الاقي فيه جاسترونترايزس وذ رابيد ريكفري. البيوتوكسينز التالت اللي هو نيوروتوكسيك شيلف بويزنينج. النيوروتوكسيك الاعراض بتبدا within 3 hours after consuming contaminated fish. السيمبتومز عبارة عن ايه؟ هلاقي tingling of the face، هلاقي فيه كده tingling، it means وغز، سن فيه غزة كده، that spreads to other part of the body. cold to hot sensation reversal، تلاقي الواحد عمال يبرد ويسخن. cold to hot sensation reversal، قاعد يتغير. dilatation في الاي بيوبل. في sometimes it is commonly ان يحصل prolonged diarrhea و nausea و poor on coordination and the burning pain in the rectum with low mortality rate. بعد كده البراليتك شيلفوش بويزنينج. البراليتك شيلفوش بويزنينج بيطلعهم ضرب في جليت بتاع جينس الكساندريوم وجينولوكس وبروتو جينولوكس. البرايمري توكسينز انكلود الكربامايت توكسين اند السلفو كربامول توكسينز. التوكسينز يعني اللي اتعزلت منه هو الكربامايت. وحضرتك ببساطه لو في مره حالفك الظروف ورحت المعهد بحوث صحه الحيوان، هتلاقي ان الكربامايت من الحاجات اللي بتتقاس كتير. الكربامايت توكسين ده والسلفو كربامول من الحاجات اللي بتتقاس كتير في الفيش والشيل فيش. السيمبتومز الحقيقه بتبدا بعد حوالي 30 دقيقه من كونسامشن اوف كونتامينيتد شيل فيش. الاقي عباره عن ايه؟ الاقي فيه نامنس. نامنس يعني it means خدر متخدر. نامنس، الاقي بيرنينج اور تنجلنج سنسيشن اوف ذا ليبس. الاقي يا اما الليبس دي والتانك في عليهم بيرنينج او تنجلنج، بيلسعوا كده شويه. والفينجر تيبس. بعد كده ممكن تلاقي جنرال ماسكولار كوردريشن اوف ارمز وليجز اند نيك. السيفير كيسز بتاع الباراليتيك شيل فود بويزنينج ممكن تعمل ريسبيراتوري باراليسيس اند ديث. دي تقريبا على فكره الموضوع بتاع الشيل فود بويزنينج، الاربع انواع البويزنينج المشهورين قوي اللي بيجوا من الشيل فيش. دي الجدول ده بس بوريه لحضرتك ليه؟ عشان تعرف المدى الخطوره او التوكسينز التولرنس بتاعه قد ايه. الميثود اوف السيجواتورا، على فكره تو كنترول السيجواتورا اتس نوت بوسيبل، مفيش ريلايبل ميثود ممكن تقيس بيها السيجواتورا. الحاجات بقى الباراليتيك شيل فوس بويزنينج 80 مايكرو جرام لكل 100 جرام، والفيش بيتقاسوا بالاتش بي ال سي او بالماوس اس اي، يعني بالماوس اس اي انا اسف. طريقه القياس ما تشغلنيش قوي يعني. الدايركت شيل فوس بويزنينج من 0 ل 60 مايكرو جرام، والنيوروتكسيك شيل بويزنينج اني ديتكتبل ليفل از ان سيف، والامنيسيك شيل فود بويزنينج بيبقى 20 مايكرو جرام لكل جرام، بيقيسوا طبعا الدمويك اسيد. وبالتالي احنا هنيجي للسيجواتورا بويزنينج. احنا دي اول نوع ان السمك برضو ياكل الجي. بيتنقل ازاي؟ عن طريق الايتنج اوف فريش اوف وايد فاريتي اوف كارنيفوروس ريف فيش. ريف فيش تقريبا بيقولوا عليها ان هي اسماك الشعاب المرجانيه. الاسماك القريبه من الشعاب المرجانيه دي هي اللي بتعمل زي ايه؟ زي الباراكودا او الجروبر اللي هو الهامور، زي الجاك، زي السنابر او ما يسمى بسمك النهاش. يبقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن كارنيفوروس فيش. كارنيفوروس فيش بيجي لها الموضوع ازاي؟
عن طريق ان هي كلت سمك، كلت سمك فيه الموضوع التاني ده، او الشيل فيش انهابيتنج الشالو ووتر في التروبيكال او سب تروبيكال ارياس. These fishes اللي هي الريف فيشز دي are not toxic but become toxic due to feeding on small herbivorous fish. السمول هيربيفرس فيش دي هي اللي كانت الالجي، لان دي كارنوفيروس فيش. الكارنوفيروس فيش دي ما بتاكلش الالجي، لكن هي كانت سمول هيربيفرس فيش، كانت الالجي اللي هو اسمه دايفنوجليت، اللي عاوز لو عاوز تعرف اسمه حضرتك يعني اسمه جامبراديسكاس توكسيكاس. وهو جامبراديسكاس توكسيكاس ده انا اسف، هو اللي بيبقى فيه الايه، هو فيه التوكسون. السيمبتومز بتاع السيجاتورا الحقيقه بتبقى جاسترونتستينالوجيكال سيمتومز، بتظهر حوالي 24 ساعه واقل من كده. الجاسترونتستينال سيمتومز بتبقى عباره عن، بتقعد انا اسف لمده 12 ساعه، بتبقى عباره عن ايه، دايريا وابدومينال بين ونوزيا وفوميتنج، او الموست كومن سيمتومز بقى الحقيقه بتبقى نيورولوجيكال سيمتومز. تلاقي امبيرد سكين سنسيشن، امبيرد سنسيشن اللي هو كولد تو هوت سنسيشن ريفرسال. تلاقي فيرتيجو لو هما بيسموه الدوران او الدوخه، اتاكسيا، مايليجيا. المشكله الحقيقه في سيجواتورا فود بايزنينج ان النيورولوجيكال سيمتومز دي ميري اوكير انترميتنتلي لمده 6 ماسس، خلال 6 شهور السيمتومز دي ممكن تيجي وتروح. المورتاليتي ريت بتاع سيجواتورا الحقيقه ممكن يوصل من 7 الى 20%، وده رقم كبير قوي قوي قوي. الحاجة اللي بعد كده اللي هو التترادوكسون او البافر فيش بايزنج، بافر فيش بايزنج. البافر فيش او البلو فيش اللي هو التترادون فيش، اللي هي التترادون فاقة اللي بنقول عليها الفاقة بالعربي، فيها بوتنت توكسنز موجود فين؟ في نزير ليفر جونز اند سكين، وبيسموه التترادوكسنز. التترادوكسن لو الهيومن كل الاجزاء دي من الفيش اللي فيها التوكسنز، بيشتغل على السنتر والبريفرال نيرفس سيستم. سيمبتومز الحقيقه انا اسف بتبدا within short time، في خلال 10 دقائق بتلاقي السيمبتومز. السيمبتومز عباره عن ايه؟ بقى نامنس اللي هو الخدر، والتنجلينج اللي هو الوغز في ليبز والتانج والانر سيرفس اوف ذا ماوس. بعد كده الاقي فيه ويكنس وباراليسيس اوف ذا ليمب اند شيست ماسل اند ديس كان اوكير within 30 minutes. يعني التوكسنز الحقيقه عنيفه جدا، عنيفه جدا. بيقولوا ان وجود تقريبا واحد من ألف ملي جرام ممكن تموت البني آدم. الحقيقة التترادوكسين من البوتنت توكسين، فيري فيري بوتنت توكسينز. عايز أقول لحضراتكم معلومة، اليابانيين من أكثر الناس بياكلوا البافر فيش، لأنهم عارفين فين الأجزاء السامة اللي موجودة في الفيش، فبالتالي ومش بياكلوها كمان، بياكلوها رو كمان، لأن هي عموماً التوكسنز دي بتاع سواء الموجود في السجواتورا او البفر فيش بويزنج او الباراليتيك ما بيتاثروش بالكوكينج او الفريزنج او السموكينج، لذلك بيقعدوا زي ما هم. انما اليابانيين عارفين ازاي يحضروا الفيش دي وياكلوها رو من غير ما يجي لهم التسمم. بيقولوا تقريبا ان الطباخ الياباني بياخد حوالي 5 سنين على ما يتدرب يحضر شرايح لحمه او فيش فيليه من تترادون فيش او البفر فيش وزاود كوزنج بويزنج. كل اليابانيين بياكلوها تقريبا. امبراطور اليابان هو الوحيد اللي متحرم عليه ان هو ياكل السمكه دي، لان هم خايفين على حياته ان يحصل اكسيدنتال بويزنج، وطبعا هي بتؤدي الى الوفاه. الحقيقه انا معايا فيديو، يمكن حضراتكم شايفين اللينك بتاعه دلوقتي، بس انا وانا بعرضه الصوت اللي ظاهر، فيعني اذا كنا محتاجينه كاديشنال اديشنال ليرنينج، انا ممكن احاول ان انا بعد الفيديو الون انت تشوف اللينك بتاعه، وعاوز تبص على الفيديو بس مره واحده عشان الموضوع يلزق في دماغك اكتر، اتس اوكي يعني. لكن انا اسمعوني مش هعرضه، لان لقيته بيظهر ان هو عباره عن جاست صوت بس. بعد كده النوع الثاني من الفيش بويزنينج، احنا خلصنا بقى البايوتوكسنز، سواء كانت الشيلف بويزنينج او السيباتورا، او اخر واحد اتكلمنا عليه اللي هو كان التترادوكسون فيش بويزنج. دلوقتي هنتكلم بقى على بويزنج باي سبويلد فيش، اللي هو بيسموه السكروم بويت فيش بويزنج.
الاسكرومبويد في البويجننج الحقيقه بيحصل من الاسكرومبويد فاميلي ديو تو كونفرجن، زي ما قلت لحضراتكم الفاميلي العيله دي بيبقى فيها هيستيدين امينو اسيد كتير قوي، فبيتحول بالبكتيريا اللي فيها انزيم اسمه هيستيدين دي هيدروجينيز الى هيستامين واذر هيستامين واذر بيولوجيكال امينز زي الكادافرين والبيتريسين والحاجات دي كلها. الاسكرومبويد فاميلي دي اشهرهم قوي الماكريل والتونه، بس برضه لقين ان بعض الانشوفي اللي هي الانشوجه الانشوفي ممكن تعمل اسكرومبويد فيش بويزنج. يبقى الاسكرومبويد فيش بويزنج مين اللي بتسببه؟ الفاميلي سكومبرويدي ان اديشن تو انشوفي due to conversion of histidine amino acids اللي موجود بكثره في هذه العائله الى هيستامين عن طريق الهيستيدين دي هيدروجينيز انزيمز اللي موجود في بعض البكتيريا. فبالتالي لو ما كانش سبويلد الفيش دي مش هيحصل تسمم، انما التسمم هيحصل لان حصل لها سبويلد في البكتيريا وحولت الهيستيدين دي هيدروجينيز الى انتو هيستامين وبترسين وكاتافرين وحاجات زي كده. الارنكمينيتد بكتيريا اكثرهم للحقيقه المورجانيلا مورجاني بروتياس الهافنيا والكليبسيلا نوموني. السيمتومز عباره عن ايه؟ الحقيقه ان البويزنج او التسمم بالسكرومبويدي السكرومبويد فيش بويزنج عباره عن مايل ديزيز، الانكوبيشن بيريود فيري شورت فيو مينتس تو فيو اورز، والديوريشن اوف ايلس برضه شورت، يعني هو عنده ديوريشن اوف ايلس والانكوبيشن بيريود فيري شورت. السيمتومز عباره عن الاقي فيه كوتينيوس ليجن زي فاشل فلاشنج او ارتكاريا الاقي فيها احمرار كده، but also الاقي ممكن الاقي gastrointestinal affection زي النوزيا والفوميتنج والدايريا، وممكن الاقي neurological involvement زي الاقي هيديك وتنجلينج وبيرنينج سنسيشن ذا ماوس. لكن الحقيقه السيمتومز بتبقى اقل كتير قوي. ده تقريبا كان الكيميكال هازارد. الكيميكال هازارد بقى بالانفيرومنتال هازاردز زي الميركوري والراديو اكتيف ايزوتوبس اللي قلنا عليها راديو نيوكلايدز زي البيستسايدز، وبعد كده اتنقلنا للاورجونيتين، وبعد كده اتنقلنا نتكلم بدانا نتكلم على البيوتوكسينز وانواعها، بعد كده في البيسيكال هازارد. يعني ايه فيزيكال هازارد؟ الفيزيكال هازارد عباره عن الفورين اوبجكت اللي ممكن تكون موجوده في الفيش والشيل فيش. طب ايه الفيش الحاجات الفيزيكال اللي ممكن تكون موجوده في الفيش والشيل فيش؟ الحقيقه الفيزيكال هازارد احيانا بيقسموها لميتاليك اوبجكت ونون ميتاليك اوبجكتس، والميتاليك اوبجكتس احيانا بيقسموها انتو فيرس ميتال ونون فيرس ميتالز. لكن بتيجي منين بسرعه لان يعني مش هستفيض في حته الفيزيكال هازارد دي. بتيجي مثلا الهوكس السنارات اللي بيستخدموها الكاتشنج هوكس البليتس الميتال تايس، ودي بتحصل اكتر في الفيش برودكتس كمان لو هو عمل برودكت بتاع الفيش وفي كليبس دبابيس او حاجات دي كلها. ايه مشاكل الفيزيكال هازارد؟ مشاكلها كتير الحقيقه. ممكن تعمل لاسريشن بورفريشن والساتيشن في الماوس والتانج والثروت والاستومك والانتستين. اول سيرش للفيزيكال هازارد ده بس عشان حضراتكم تكونوا متخيلين الموقف، كانوا بيعملوا هسب بلام في برجر. ليه يو ايه؟ ليه يو حضراتكم ان اللحمه احيانا بيجيبوا حاجه اسمها الام دي ام الميكانيكال ديبوند ميت او الميكانيكال سبريتد ميت. الام دي ام ده كان بيبقى فيه حتت عظم، فجت حتت عظم الناس كانوا بتاكل البرجر كده كسر سنانها. وبعدين لقوا حاجه اسمها لقوا ميتال. الميتال بتيجي منين؟ انتوا عارفين حضراتكم الدبابيس اللي بيحطوها دي عشان يقفلوا بيها على الباكتس، لقوا الميتال دي برضو كسرت الناس وعملت مشاكل وحاجات زي كده. فالفيزيكال هازارد من الحاجات اللي هي مشهوره مش قليله ان هم يلاقوها في الفيش والفيش برودكتس. الحاجه الاخيره ان ممكن يلاقوا جلاس، لو انت بتستخدم جلاس كونتينر ممكن يلاقوا فيها بيس اوف جلاس موجوده فيزيكال هازارد. ما هو الفيزيكال هازارد ده مش هطول فيه.
اخر شريحتين فيهم جاست فور فان يعني. ازاي تشتري فيش اند شيل فيش، فيش اند شيل فيش، باينج فيش اند شيل فيش. اول حاجه جادج الابيرنس والاروما اند تاتش. وانت بتشتري بص على الحاجات دي، هتلاقي السكين، الحاجه اللي انت تبقى جليستنج، جليستنج كولر، والسكين نفسها شايني، الايس كلير، مش عليها حاجه بيضه، كلير في الايس، برايت ريد اور بينك جيلز لو الناس اللي بيشتروا سمك يعني، مايلد فريش اروما. لما تيجي تبص شمات تلاقي الريحه بتاعتها او الاروما بتاع سبب بتاعت الاوشن. لو عملت بريس بير يور فينجرز هتلاقي السكين بترجع باك. دي يعني برضو ازاي تعمل باينج للفيش والشيل فيش، ازاي تعمل باينج للشيل فيش. ده مش هقول لحضرتك طبعا يعني. في انا بشكر حضراتكم وبعتذر اذا كان في نوع من الاطاله شويه. This is my contact detail. My email is nasr underscore. الحقيقه الاندرسكور مش باين من الخط الموضوع ده. نصر اندرسكور 704 at yahoo.com. and this is my mobile number 011-427-43880. زميلنا الدكتور مراد بارك الله فيه هو اللي انا ببعت له الحاجه وببعتها لكم. لو عايزين تتواصلوا الرقم بتاع الموبايل ده عليه واتساب، تعملوا مجموعه في مفوض حد عن الدفعه. اني هاو انا تحت امركم، وتكلموا الدكتور مراد الطريقه الاريح والانسب لحضراتكم. انا اكون تحت امركم وده حقكم. وربنا يا رب يا رب يعني يطلعنا من الشده دي على خير وبصحه وعافيه. بتمنى لكم كلكم خير وربنا يوفقكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بشكر حضراتكم كتير قوي. السلام عليكم.